السلام عليكم. نتعرف في هذا الفيديو على فوائد وأضرار المبالغة في ري النبات. سوف نضع هذا النبات تحت قطرات الماء المستمرة بدون توقف بعد قطع الأغصان بالكامل. تم تعمد وضع هذا النعناع تحت هذه القطارة وإغراق التربة بالماء لمراقبة ما يحدث. ونشاهد الآن نمو براعم النعناع بعد أسبوع، ولكن كيف ينمو والتربة غارقة في الماء طوال الوقت والأكسجين فيها منعدم؟ الإجابة على هذا السؤال سهلة جداً، ولكن دعنا نتفقد التربة والجذور أولا. وكما نشاهد لا توجد جذور بسبب زيادة الماء واختناق التربة، فبماذا تفسر نمو البراعم؟ الإجابة: يتسبب الماء الزائد بحدوث نمو بسبب تشبع الجذور بالماء وانعكاسه على البراعم، وسوف يقاوم النبات في البداية وسيتعب لاحقا وقد يذبل. ولتوضيح الموضوع أكثر، إذا وضعنا غصن في الماء نلاحظ عليه نمو بعض البراعم وهو بدون جذور، لكن إذا مكث في الماء مدة أطول سوف يذبل في النهاية. معنى حديثك أن زيادة الماء تعطي نتائج مخادعة، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح.